في إكويتي جروب. رائد، شكرا لانضمامك إلينا بالأسواق العربية. ودعنا نبدأ من الدولار بشكل رئيسي. ارتفاعات نراها للأسبوع الرابع على التوالي مع اليوتيرن اللي احنا لاحظناها في الأرقام الاقتصادية التي معظمها الآن تأتي إيجابية، ومن خلالها الاقتصاد الأمريكي يتفادى حالة ركود كانت محتسبة بالسوق على الأقل بنهاية السنة الماضية. أين ترى الدولار خلال على الأقل الأسبوع القادم؟ تماما فاطمة، نحن عند مستويات ال 104 بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة عملات بعد البيانات التي صدرت يوم أمس بما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي جاء بأقل من التوقعات. ولكن أعيد أركز على النقطة التي تفضلت فيها اللي هي اليوتيرن، جاءت بأداء الاقتصاد الأمريكي بشكل واضح أنه بدأنا نرى إيجابية، حتى يعني هي الإيجابية واضحة جدا في بيانات الاقتصاد الجزئي للاقتصاد الأمريكي وعلى رأسها مبيعات التجزئة ووثوق الوظائف الذي لا يزال يؤدي أداء ممتازا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. أعتقد يلعب دور مهم أيضا أنه صناع السياسة النقدية من قبل الفدرال الأمريكي تمكنوا من توقيت مناسب لعملية تقليص رفعات أسعار الفائدة، بدل من كان في عندنا شدة وحدة في تجديد السياسة النقدية ورفعات كبيرة في أسعار الفائدة، الآن رفعات أقل. أعتقد ذلك يعطي احتمالية أن يكون السوفت لاندينج بالنسبة للاقتصاد الأمريكي يعني واضح جدا وسهل التحقيق دون الحاجة أنه لتعديلات كبيرة في السياسة النقدية. فأعتقد ذلك ظاهر على أداء الاقتصاد الأمريكي. كان هناك بعض التخوفات من استمرارية في تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، إلى الآن يوجد توقعات أنه يكون في عندنا 3 رفعات بدل رفعتين فقط خلال تعاملات هذا العام. ممكن ذلك يؤثر نوعا ما أنه أسعار فائدة فوق مستويات 5.5% ممكن تؤثر وتشكل ضغط كبير على الاقتصاد الأمريكي، لأنه نحن عم نرفع تكلفة الاقتراض، عم نرفع على الأفراد وعلى الشركات، وعم بيكون هناك عبء أكبر على النمو الاقتصادي، وذلك قد يؤثر ضمنيا على سلامة أو صحة سوق العمل ومعدلات بطالة أعلى في الفترة القادمة. على كل أظن أيضا هذه المرحلة حتكون عبارة عن wait and see من قبل المستثمرين لصدور المزيد من الأرقام الاقتصادية من الولايات المتحدة، وأيضا محاضر وقرارات الفيدرالي في اجتماعاتها القادمة. الحركة الأبرز أيضا بأسواق العملات هي الحركة اللي بنشوفها على الين بشكل رئيسي بعد ما سمعنا تصريحات من البنك المركزي الياباني. هل هذا حيخلينا أيضا نتحدث عن حالة volatility وتذبذب للأسواق اليابانية بالمجمل، بالإضافة إلى ما يجري على الين؟ اليوم هانغ سانغ متراجع بحدود 2% عند الإغلاق. بالنسبة للاقتصاد الياباني والسياسة النقدية في اليابان، أعتقد كان الارتفاعات اللي شاهدناها على زوج دولار أمريكي ياباني مؤخرا هي بنتيجة قوة الدولار الأمريكي وتراجع الين الياباني كلاهما معا. إذا حددنا أكثر، الين الياباني كان في عملية تراجع لأنه بعد ما كانت السياسة الجديدة تعتمد على التحكم بمنحنى العائد في بالنسبة للاقتصاد الياباني، بدل أن يكون السياسة الألترا إيزينج بوليسي أو السياسة المخففة بشكل كبير جدا، تم قراءتها في الأسواق بشكل غير مباشر أنه ذلك يعتبر نوع من التخلي الجزئي عن السياسة التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي الياباني. ولكن مجددا تعود التصريحات تثبت أنه هناك توجه نحو سياسة نقدية مخففة بشكل كبير، ذلك قد يطلق المجال مزيد من الارتفاعات على زوج دولار أمريكي ياباني تتجاوز مستويات 140 بالفترة القادمة. رائد خضر، شكرا جزيلا لك.